ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحقيقه انا حابب اعتذر لكم عن الفتره اللي جايه عشان مش هقدر اكون موجود لظروف شخصيه، واني محتاج وقت لنفسي عشان افكر فيه. وفي النهايه حابب اوجه الشكر لشركه مايندو ولكل طاقم العمل اللي في الشركه اللي كان شاهد على الفتره اللي فاتت معايا. اشوفكم على خير الفتره اللي جايه يا حبايبنا. السلام عليكم.